السلطة التنفيذية الموضوع يهدد أمن المجتمع يهدد ومن خلال تفعيل محور النشر والتثقيف والتعريف بظاهرة الاتجار بالبشر والتعريف بقانون رقم 28 قانون الاتجار بالبشر وعمل اللجنة الفرعية في المحافظة من خلال عقد المؤتمرات والندوات والورش والتعاون مع الجهات الساندة الأخرى كالجامعات والمدارس كون الشريحة المستهدفة في هذه الجريمة. تم عقد اليوم ورشة تعريف بالقانون 28 وعمل اللجنة الفترة الماضية والفترة المستقبلية وخطط العمل التي وضعت لمتابعة هذه الجريمة وجهود الجهات التنفيذية في المحافظة ورجال الأمن لمتابعة هذه القضايا، بالإضافة إلى إيصال رسالة أنه هذه الجريمة متابعة من قبل الجهات الرقابية وعلى الأشخاص الذين يكونون ضحايا لهذه الجريمة الاتصال بالأرقام المؤمنة التي تحافظ على السرية التامة للمعلومة لإيضاح ماهية التداعيات التي تفرزها ظاهرة الاتجار بالبشر وما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على مجتمعنا، كون المجتمع العراقي وخصوصا عموما والمجتمع في محافظة مثنى على وجه الخصوص مجتمع مترابط، مجتمع اجتماعي يرفض هذه الظاهرة. لذلك تم طرح الظواهر وآلية متابعتها ومكافحتها عن طريق السلطات التنفيذية، وما للجامعة من دور كبير كونها تمثل صرح أكاديمي ممكن أن تحول هذه البحوث إلى دراسات ممكن ترفع إلى الجهات التشريعية حتى يتم تشريع قوانين تعالج هذه الظاهرة والحد منها. والتعريف بموضوع الابتزاز الإلكتروني واللي هو أحد يعني أوجه الاتجار بالبشر حاليا، وكذلك عرفنا بدور الشرطة المجتمعية وعملها. الحمد لله كان المؤتمر ناجح إن شاء الله، وعلى أمل أنه تكون عندنا مؤتمرات ثانية وتوعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين. نفذنا اليوم نفذت اللجنة الفرعية في محافظة المثنى بالتعاون مع مركز حقوق المرأة في السماوة ومفوضة حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية ندوة توعوية حول خطورة وأهمية جريمة الاتجار بالبشر وضرورة تكاتف وتعاون جميع فئات المجتمع من أجل الإبلاغ عن هذه الجريمة لوضع الحلول من أجل الحد أو إيقاف هذه الجريمة التي أخذت أشكالا متعددة، وأهميتها تكمن في أنها استهدفت محل الجريمة هو الإنسان الذي له حق العيش والحياة والكرامة والسلامة أعضاء جسده. تنص على أنه كل نقل أشخاص أو استقبالهم أو إيواءهم تحت التهديد تعتبر